ضيفنا مشاهدينا اللي راح نختم فيه وهو مسك ختامنا ابدع في الادوار البدويه مرورا بالاكشن في مصر والوطن العربي، وتميز في الملاحم التاريخيه اللي جسدها بادوار كونت مسيره حافله بالنجاحات. وبالحديث عن الدراما البدويه، يمكن لو كان في موسم درامي في 5 اعمال بدويه مو غريب ابدا انه يكون مشارك فيها كلها لو حب الادوار من حبه وبراعته في هذه النوعيه من الاعمال. الفنان منذر رياحنا نجم من نجوم مسلسل حارس الجبل ضيفنا اليوم، فخلونا نشوف مقطع من هذا المسلسل بعدين نرحب فيه. يلا. انا حي فقد كل مخلوق، ما عاد للدنيا بصدري مسرات، يا اهل الغدر والظلم والجور والبوق، يجي لكم مع شهاب السيف ساعات. منذر موجود معنا في الاستوديو، نرحب فيك واهلا وسهلا فيك، منورنا اليوم، ونقول لك كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. وحاب في البداية بس ان نعزي انفسنا والوطن العربي بوفاة النجم والاستاذ الطيب حسن حسني. الله يرحمه. احنا في البداية سعيدين باستضافتك، واحنا يعني نحبك خلف الشاشة. تسلم. وأكيد هذا الشعور هو يعني يوصلنا محبتك لفنك وتقديرك لعملك وحبك لكل المشاهدين. أنا ودي أبتدي معك عن الموسم الرمضاني، متابعاتك كمشاهد، أبرز الأعمال اللي لفتت انتباهك الحلوة، كيف تقيم المشهد في ظل يعني كورونا وكثير من الأعمال اكتملت بظروف صعبة نوعا ما. ظروف صعبة جدا يعني. نعم. أول مرة الموضوع بمر على العالم كاملا. صحيح. فبالنسبة للتخصص اللي احنا فيه، أول يعني جواب السؤال الأول بالنسبة لي كمشاهد، نعم، اتفرجت على وتابعت مسلسل الاختيار، وأنا مع نوعية هاي الأعمال، بمعنى أنه في أشخاص قدموا أرواحهم لأوطانهم. نعم. ومن حقهم علينا أن نقدم أعمال بتليق فيهم، بتليق بما قدموه. هذا المسلسل رقم واحد. المسلسل الثاني البرنس. نعم. لأني حسيت في نوع من التمثيل للكرو اللي موجود جديد على كل شخص. من البدايات أنا شكرتهم وحكيت لهم يعطيكم الصحة. والعمل الثالث اللي هو رجعنا إيش يعني الكوميديا الحقيقية والصحيحة، اللي هو مسلسل بميت وش. أظن هاي الكوميديا الصحيحة. نعم. بالنسبة لميت وش، بالنسبة للبرنس هذا هو التمثيل. أيه. بشكله الحقيقي. بالنسبة للاختيار شكرا. نعم. لأنه احنا مرت علينا مرحلة شوي صعبة بفكرة العودة لحب الوطن. نعم. وصرنا ننسى الأشخاص اللي قدموا أرواحهم في هذا الوطن. كلام جميل، وبالعكس دائما تحب تسمع رأي الفن من الفنان. بس نبقى ندخل في مسلسل حارس الجبل، طبعا إبداع جديد ولفت كثير من المشاهدات ولفت الأنظار، وطبعا هذا يضاف إلى مسيرتك. بس كيف تقول لنا كيف العمل كأنتوا ثلاثة أصدقاء مع صبا وعبد المحسن وأنت؟ نعم. أكيد يعني كانت الأجواء لطيفة، ولكن أنا بحكي أنه الحمد لله أنه قدرنا نتجاوز مرحلة الكورونا بظروفها الصعبة. كان العمل لطيف والحمد لله لقى استحسان من المشاهدين، وكانت تجربة تجربة لطيفة والحمد لله منها هيك يعني. وتجربة التصوير في الصحراء والحر مع اللبس كيف هذه؟ ما أنا دائما بحكي بأنه الممثل أو كرو العمل بشكل عام لما يقرأ النص فبيحس يعيش الموضوع. فأنت عارف أنك داخلي على مسلسل بدوي في أشهر معينة. نعم. يعني وأنت بتقرأ الورق بتشوف الشمس مثلا بالنهار، تحس بالحرارة، وبتشوفي قمة البرد في الليل. أوكي. فأظن من الخبرة البسيطة أنه خلص تعود. حتى في نصوص ثانية واحد لما يقرأها بيكون شايف صعوبتها. وللكوميديا كان في اقتراح أن نعمل معركة معينة. مشان الله لا خلص. Ha 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 ha.
احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا استاذ منذر، ونتمنى لك التوفيق. لو نتكلم بدقيقة واحدة عن الشخصيات اللي تستهوي منذر تحديدا، الآن كثير من النصوص والأدوار تجيك تتعامل معها، تعرف كيف يعني تطلع لهالكاركتر أشياء أنت تختارها، ولكن بالنسبة لك الدور اللي يحبه منذر اللي دائما يتمنى أنه يكون موجود، أو التوجهات خلينا نقول. هي دائما أنا عندي الشخصيات المركبة بحبها مركبة جدا، اللي الخط البياني مش واضح بالنسبة ل بشكل عام. نعم. من الشخصيات اللي حابب أني أقدمها وبحكيها دائما، من مثال شخصية عمر المختار، يعني هاي من أحد أو حلم حياتي أني أقدم. نعم. هاي الشخصية، يعني دائما الشخصيات المركبة الصعبة اللي فيها بحث خاص في التمثيل، بحب اني اكون في هذيك المنطقة. كتحدي تاخذها كتحدي. طبعا تحدي. ايه. ومستفزة. مستفزة. ايه. انك تفتح ابواب جديدة في التمثيل. فعلا.